ينضم الينا عبر الهاتف دكتور احمد سلطان خبير الطاقه. مرحبا بك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره خلود، ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني خبر من الاخبار الساره جدا اللي احنا يمكن بنتلقاها خلال الفتره الاخيره، المتعلقه طبعا باهتمام مصر بالتنميه المستدامه والطاقه الجديده والمتجدده، اهميه وجود هذه المحطه. بنتكلم عن يعني تشييد مصر واحده من اكبر مزارع الرياح في العالم كله، اهميتها وتفاصيل اكثر عنها. هو طبعا قبل ما ننتقل لأهمية المحطة وتوقيت إنشائها، هو لازم نتكلم الأول هو ليه الاهتمام الخليجي بالذات واضح جدا في الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر، وده اتضح طبعا من خلال الاتفاقات الأخيرة اللي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ السابق في شرم الشيخ. هنلاقي إن في حضرتك تقاطع في الطموح بين الطموح دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وخططها طبعا مع الطموح المصري. ليه برضو؟ لأنه بشكل عام طبعا احنا عارفين ان أسواق الطاقة العالمية كلها بتعيش أسوأ عصورها، واللي بتتمثل في نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافر البدائل القوية والفورية، وده خلى أو أوجد أزمة الطاقة العالمية دي، خلت وزيادة أسعارها أوجبت على دول العالم كلها حضرتك إن هي دراسة وتناول أساليب حديثة للحصول طبعا على الطاقة النظيفة. وبشكل عام احنا عارفين طبعا ان الدول الأوروبية كلها بتسعى لاستبدال الطاقة الحالية أو التقليدية بالطاقة المتجددة، وده عن خلال طبعا إنشاء طاقة نظيفة وبديلة، وده من خلال فتح أسواق وإمدادات خارجية آمنة للطاقة، وده بيشكل جزء من التوجه العربي والإقليمي. العالم كله بيستهدف انتاج انتاج ثلثي الكهرباء في العالم كله من الطاقه النظيفه في 2050، وده اللي خلى الاهتمام العالمي بالطاقه المتجدده انها تعمل طبعا على خفض الانبعاثات بنسبه حوالي 70% عام 2050 حضرتك. وطبعا ان احنا عارفين دلوقتي ان في 17% فقط من الطاقه المنتجه حاليا من مصادر الطاقه المتجدده، وان العالم مستهدف يوصل لحوالي 63% من اجمالي الطاقه المتجدده بحلول 2050. فده كله عمل زخم على مشروعات الطاقه المتجدده، ومشروعات الطاقه المتجدده في الدوله المصريه بتمثل جزء مهم جدا من استراتيجيه مصر في تنويع او مصادر تنويع مصادر انتاج الطاقه الكهربائيه، وان احنا نستفاد من ثروات مصر الطبيعية، ولسيما طبعا في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لسعي الدولة المصرية عشان تبقى مركز إقليمي للطاقة. فالمشروع اللي حضرتك طبعا فضلتي واتكلمت عليه، طبعا ده هيبقى أكبر مشروع طاقة رياح في العالم، ده هيبقى بقدرة حوالي 10 جيجا وات، وطبعا ده هيبقى أكبر مشروع في العالم، وده هي بعد اكتماله هينتج حوالي مكانه فين يا دكتور؟ ده هيبقى في الصحراء الغربية، وده هيعمل طبعا على توفير او تفادي حوالي اكتر من 23.8 مليون طن سنوي من الانبعاثات الكربونيه، يعني ده حوالي 9% من مجموع الانبعاثات الكربونيه في مصر. هيوفر 100,000 فرص عمل، هيخل طبعا هيزود طبعا احنا عارفين الطاقه اللي هي طاقه نظيفه وطاقه بديله ومتجدده. وعايز اقول لحضرتك ان في اربع عوامل اساسيه بتساعد على نجاح الاستثمار في الطاقه النظيفه، وطبعا مصر يعني مصر طبعا بدات قصه الطاقه المتجدده بعد 2014 في ملف كان مهمل تماما قبل صحيح. عام 2014، بدليل ان مصر دلوقتي في الفتره الحاليه بعد كميه الاستثمارات بعد كميه المشروعات اللي تم افتتاحها في السنوات الماضيه ومشاريع الرياح مشاريع الرياح بصفه خاصه، بقينا دلوقتي الثالث على مستوى افريقيا في طاقه الرياح باجمالي حوالي 1380 ميجا وات سنوي، ده من طبعا حوالي نسبه 21% من الطاقه الشمسيه في طاقه الرياح في القاره الافريقيه، والثاني على يمكن مستوى مصر يا دكتور وقعت عدد من الاتفاقات الهامه على هامش فعاليات كوب 27، ويمكن هذا المشروع الضخم وهذه المحطة من ضمن هذه الاتفاقات. كل هذه المشاريع اللي هتقام في مصر، منها هذه المحطة اللي بتعتبر الأكبر في العالم وغيرها من الاتفاقات، إزاي هتساهم في أن مصر هتكون مركز إقليمي للطاقة؟
طبعا حرس مزارع الرياح عامة هي ده جزء مهم جدا في استراتيجية الطاقة طويلة الأمد للدولة المصرية، ومصر وضعتها في مقدمة مصر وضعت في مقدمة وضعتها في مقدمة الدول العربية في تلك الصناعة. في طبعا احنا عارفين استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، لأن بنستهدف الحصول على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لحوالي 42%. فطبعا دي نسبه المشروعات دي هنوصل عن طريق المشروعات الجديده اللي حضرتك اتفضلت واتكلمت عليها والاتفاقيات، باضافه للمشروعات اللي موجوده في مصر زي محطه الزعفران وجبل الزيت وخليج السويس، هتساعد للوصول الى تلك النسبه. وفي زي ما قلت لحضرتك في 4 عوامل اساسيه احب ان انا برضو اذكرهم، يعني ان هي بتساعد على نجاح الاستثمار في الطاقه النظيفه والطاقه البديله. اولهم حضرتك اللي مصر عملته واللي انت حضرتك اتفضلت اتكلمت فيه، اللي هو التوافق الجيد بين بين القطاع الخاص والقطاع العام والبنيه التحتيه طبعا والبحث والتطوير. الحاجه الثانيه لازم ضروره الربط بين حضرتك الصناعه والبحث العلمي. ليه؟ عشان نرفع كفاءه المشروعات المتجدده عشان نقدر نوصل للنسبه اللي احنا المستهدفه 42 بدري. لازم طبعا التوقيت المناسب بين الاستعداد التكنولوجي واغتنام الفرصه، ودي اللي اتبعتها الدوله المصريه، ان احنا فعلا العالم حاليا زي ما قلت لحضرتك العالم طبعا في ازمه كبيره جدا في الطاقه وتوفير بدائل، واوجبت الازمه اللي احنا العالم كله بيعيشها اوجبت على العالم ودول العالم سرعه البحث عن بدائل امنه ومستدامه للطاقه، وهي طبعا الطاقه المتجدده. الحاجه الثانيه ربط الطموح حضرتك بزياده مساهمه الطاقه النظيفه اللي احنا بنامل فيها 42% بتوفير الاحتياجات الاساسيه للمواطن المصري، ان احنا بنقدر نستخدم الطاقه دي في حاجات في مشروعات نظيفه. والحاجه الثانيه لازم طبعا الموائمه بين اللوائح الحكوميه ولات البحث والتطوير وقوه السوق ومدى احتياج السوق لذلك الامر. وعايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان مزارع الرياح طبعا هي بتعد جزء مهم جدا في استراتيجيه الطاقه المصريه 2035 وطويله الامد. وشفنا طبعا في حاجات ثانيه بتخش في المنظومه. الحاجه المهمه اللي برضو لازم نعرفها ان الطاقه المتجدده حضرتك او توفير طاقه متجدده مستدامه بنسبه كبيره اللي احنا بنستهدفها 42% ده بيخلق للدوله المصريه معادله طاقه متزنه لم تكن موجوده في الدوله المصريه قبل عام 2014. في ظل الازمات اللي كانت بتحصل قبل 2014 الان مصر عندها معادله طاقه متزنه، ومعادله طاقه متزنه يعني عندنا طاقه تقليديه وطاقه متجدده، ودي لم تكن موجوده من قبل. الحاجه الثانيه ان تنويع مصادر الطاقه في اي دوله من دول العالم بيعمل على تحرر الاقتصاد الخاص بالدوله دي من اسعار النفط اللي بيحصل فيها تذبذب واضح، وشايفين الازمات اللي بتحصل متعلقه باسواق النفط العالميه حاليا من بين التكتل الغرب الامريكي وبين موسكو والمرتبطه باسعار النفط. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل تحرر ما بنخليش الاقتصاد يعتمد على التذبذب الواضح في اسعار النفط، بيكون في مصادر للطاقه. فتنويع مصادر الطاقه ده امر مهم جدا، بيزود فرص الاستثمار، بيساعد على جذب القطاع الخاص. الحاجه الاهم انه بيعمل على زياده النفوذ الاقليمي والدولي للدوله اللي فيها معادله طاقه متزنه، وده من خلال مشروعات الربط الكهربي اللي الدوله المصريه برضو شغاله في مشروعات الربط الكهربي مع الجانب الاوروبي والجانب العربي. الملخص المشروع هو زي ما قلت لحضرتك حاجه مهمه جدا، هو تلاقي الاهتمام الخليجي والعربي بالطموح المصري في زياده نسبه مساهمه الطاقه المتجدده. الحاجه الثانيه للدوله المصريه بتتمتع بمقومات وبنيه تحتيه قويه في تلك الصناعه والموقع الجغرافي الشمس الرياح، فده اهلها ان احنا نبقى ثالث على افريقيا في طاقه الرياح، والثاني على الطاقه الشمسيه على مستوى القاره الافريقيه، والاول على الوطن العربي. انا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل دكتور احمد سلطان خبير الطاقه.